ولمناقشة عجز موازنة العراق تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكبيسي. دكتورة هدى، السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتورة، لنبدأ من تصريح لتحالف سائرون، يقولون أن العراق يحتاج إلى نحو 7 سنوات لتسديد ما بذمته من ديون خارجية. بداية نريد أن نعرف ما الذي أوصل العراق إلى هذه الحال؟ هل الحرب على ما سمته الحكومة الحرب على الإرهاب كان هو السبب الرئيس كما تتذرع بذلك الحكومة؟ مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. في حقيقة الأمر يعني الحرب على الإرهاب أخذ حصة في السنوات السابقة وانتهينا من هذا الموضوع. احنا الآن في موضوع جديد هو الموازنة، والموازنة لعام 2020. وطبعا أكيد هذه الموازنة هي مرآة لما حدث في 2019 وكيف سارت الأمور. يشار في التقارير الدولية أن الناتج المحلي الإجمالي للعراق بمليار دولار سيصل إلى 250 مليار دولار في عام 2019 عند نهاية هذا العام، وبالمقابل في عام 2020 سيصل إلى 260 مليار دولار. إذا نحن هنا أمام أرقام جدا كبيرة، هذا الأقصد فيه بالناتج المحلي الإجمالي بمليار دولارات في كل الإنتاج السلعي للعراق والمنافذ والمنافذ الحدودية إلى آخره مجموعة في هذه المبالغ. إذا نحن أمام مبالغ جدا كبيرة، وبالتالي في نفس هذا المجال أو في نفس هذا الإطار يجب أن نفكر أن ديون العراق ازدادت وستصبح في نهاية عام 2019 138 مليار دولار. وبالتالي ايضا اشار احد النواب السابقه اننا قد عملنا على الاستدانه من جهات خارجيه وصلت الى 21 جهه، ويعني هذه 21 جهه عدا الاقتراض الداخلي، الجهات الداخليه غير محسوبه، بالاضافه الى ان الاقتراض اللي ذكر بمساله الكهرباء، ونحن جميعا نعلم مشكله الكهرباء في العراق، من 15 جهه تم الاقتراض، 14 منها خارجية، فيها واحدة منها داخلية. إذا نحن أمام مجموعة متغيرات جدا كبيرة، هي ما بين الاقتراض، ما بين إيرادات أيضا كبيرة، ولكن إدارة غير سليمة لإدارة هذه الموارد. إذا ما بين هذه كلها الأرقام أشير إلى أن موازنة 2020 ستكون موازنة استثمارية، وجميعنا يعلم أن الأمور غير مستتبة إلى وقت الحاضر حتى تشجع الاستثمارات في هذا الوقت. نعم يعني الاستثمار يحتاج إلى أمن، وكذلك يحتاج إلى فرص عمل كثيرة جدا، وهذا يعتمد كله على العمل. أنت ذكرتي دكتورة بأن الناتج المحلي للعراق في عام 2019 بلغ 250 مليار دولار، والمتوقع في عام 2020 أن يصل الناتج المحلي إلى 260 مليار دولار، لكن كيف نفهم أكثر؟ أيهما دكتورة هدى يشكل عبئا على الميزانية وعلى الاقتصاد في العراق، الاقتراض الداخلي أم الخارجي؟ يعني هو الاقتراض بالتأكيد الداخلي أنت تستطيع أن تسيطر عليه أكثر، لكن الاقتراض الخارجي لديك فيه مشاكل كثيرة. الاقتراض الخارجي ينطيك صورة واضحة لأن الاقتصاد العراقي هنا نحن بصدده أنه يعني غير مفعل بشكل صحيح، وبالتالي هنالك مشاكل كثيرة. هذا بحد ذاته عندما نتكلم عن دين خارجي، هذا بحد ذاته هو عامل طرد للاستثمارات، وبالتالي سوف لن تتشجع الاستثمارات على ان تدخل للعراق. وبالمقابل ما ذكروه في بعض المجالات وفي على بعض الفضائيات النواب في انه 2020 هذه الموازنه ستكون موازنه استثماريه، انا اشك في ذلك، لان هذا الشيء لا يمكن ان يحدث ما دام اننا لن نحل هذه المشاكل التي نحن بصددها. إذ تم حل المديونية أو تم تقليل من الاقتراض من الجهات الخارجية، وظل الجهات الداخلية نستطيع أن نعمل على حصرها، ولكن الجهات الخارجية هي جدا مهمة، والدين العراقي في حالة تفاقم. هذه المشاكل الاثنين اللي احنا في صددها أكيد راح تعطينا، وأنتم ذكرتم في تقريركم عجز كبير في الموازنة، وذكرتم يعني بالدينار العراقي 70 تريليون، يعني بما يساوي 58 مليار دولار في موازنة 2020.
هذه الموازنة هي موازنة عجز وليست موازنة استثمارية كما أشار البعض منهم من النواب، لأن إحنا لو قارنا هذا الرقم وهو 58 مليار دولار مع موازنة 2019 التي إحنا بصددها الآن 2018 على 19، كان العجز حوالي ما بين 23 في البداية وصل إلى 27 مليار دولار، وفي وقتها يعني تفاجأ الاقتصاد كل الاقتصاديون أنه الرقم جدا كبير. فكيف لنا إذا عرفنا أن هذا الرقم في هذه السنة لموازنة 2020 سيكون 58 مليار دولار؟ هذا الفرق ما بين هاتين الموازنتين فرق جدا كبير. يعني نحن بصدد يعني التفكير في كيفية النهوض بالاقتصاد العراقي، هنا رجعنا أيضا إلى المربع الأول، رجعنا إلى أنه ستكون موازنة تشغيلية مثل العام مثل موازنة 2019 هذا العام. نعم. اللي هي 76% منها راحت إلى رواتب وأجور وإلى آخره، و24 منها إلى استثمار. فأنا هنا أتساءل وأتعجب أنه كيف لبعض النواب يقول أنه ستكون موازنة استثمارية. يعني طيب دكتورة، هل ما زلت معنا؟ دكتورة طيب، لكن هناك تصريحات للعديد من النواب في البرلمان يتحدثون عن وجود فائض في ميزانية 2019، وأيضا هناك أيضا يتحدثون عن عجز الحكومة في موضوع الميزانية. بين الفائض وبين العجز الذي يتحدثون عنه، كيف نفهم الصورة الآن دكتورة هدى؟ بين الفائض وبين العجز، احنا هذا الشيء اذا نستطيع ان نصلها الى في نهايه السنه، يعني في نهايه 2019، او خلي نذكر انه الان من بدا العمل في هذه الموازنه، يجب ايضا ان تتحضر الوزارات جميعها في العراق الى الحسابات الختاميه حتى نستطيع ان نعلم ما هو موجود من مدور، وبالتالي نستطيع ان نضع ايرادات موازنه 2020 كيف ستكون. إلى حد الآن لم أعتقد أن الوزارات هي غير مهيئة أساساً للحسابات الختامية، وهذه مشكلة جداً كبيرة. فبالتالي ما يحدث ما بين فائض وعجز، وما بين ما ذكر البعض أنها الميزانية تحولت من بنود إلى برنامج، أنا أشك في ذلك. طيب دكتورة، إذا ما تحدثنا عن الحلول بعجالة لو سمحتم، كيف يمكن تفادي عجز الميزانية في العراق، خاصة نحن مقبلون على ميزانية 2020 بعجالة؟ يعني نعم صحيح، يعني هو طبعا من الصعب القضاء عليه بهذا الشكل، إلا إذا أنت يجب أن تعمل على زيادة الإنتاج العيني الداخلي، وبالتالي يجب أن تعمل على تشغيل القوى العاملة يعني تقضي على البطالة حتى تستطيع أن تحقق تخفيض في الجزء من الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي سيشكل 47%، لا يجب هذا أن يتقلص إلى حد 30%، يلا حتى تستطيع أنت أن تحصر جميع الأمور تحت يدك، وبالتالي تقول أننا لدينا فائض وقضينا على العجز وانحلت المشاكل وأصبح الاقتصاد العراقي في خير. من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكبيسي، شكرا جزيلا لكم.